ضربه اللي ضرب غوت الولد ديالي واحد الغوته اللي زعما انا عارفه ولدي ملي كيبكي وعارفه ملي كيكون مقصح وعارفه ملي يكون متاثر واي ام كتعرف الولد ديالها فهذيك اللحظه قلت لهم انا الولد ديالي وقعت فيه شي حاجه خرجت على برا كنبكي بداو الناس كيسكتوني ويسبوا فيا يقولوا لي زعما ما تفايليش على ولدك بحال هكا وانتي ما كتفايلي على ولدك مالو شنو واقع ليه راه كيتختن راه تعب ما كاع ختنوا الولاد ديالهم وهادي قلت لهم انا محاله ديال ولدي صوت ديال اللي باقي فيا ديال الغوت ديال ولدو انا ماشي ديال الحاله الختانه وماشي ديال شي رحمه الله شي حاجه واقع عند ولدي انا لداخل قالوا لي سميتو عاود ملي خرج الولد قلت لي قول لي شنو كاين لولدي لداخل الا ما يخرجوا لك دابا ساعه هو عندهم لداخل قال لي هو غيخرجوا لك دابا ما تخافي ما شي حاجه شويه خرجت انا على برا كنبكي بقيت كنبكي سميتو بقاو جا الاطباء كيدخلوا عنده كيجريو هازين ديك الثلاجه وسميتو داخلين كيجريو عنده قلت لهم انا شي حاجه عيط لراجلي واختي قلت لهم سيروا دخلوا شوفوا الولد انا راه ما نقدرش وما عنديش زعما الاحساس اللي باقي غنسمع صوته مازال راه الاحساس هاد الغوته اللي غوت راه بركه ما شي ولد راه واقع مشاو دخلوا كذلك سميتو شويه كيبان لي عيطوا لي قال لي اجي هز الولد ملي هز الراجل ديالي هز الولد ديالو ما اش غنقول لك واحد الحاله اللي فيها الولد لا لا يرتع لها زعما ما كاينش واحد الحاله اللي غادي تبان لك سميت ملي قلت لي شنو واقع الولد ديالي من حقي هذا وتبان لي لابيلانس وقفات في سميت قلت لي شنو واقع الولد ديالي قال لك راه عنده نزيف قال لي واش موالف كيتجراح كيوقع فيه هاد يوقع ليه نزيف واش موالف كيجي شي حبوبه يبقى يدز ليه الدم ديالو دايرين التحاليل ما فيهم حتى شي حاجه ودابا ولا عنده فقر الدم وكل مره كيجيه نزيف دابا تديتو للدار وقع لي نزيف وعاود ترديتو توقع لي ثاني نزيف نيت في السبيطار الولد ديالي حيدوا لي التمره ديال الحجر ديالو حيدوا لي التمره ديال الحجر ديالو وجاروها في الثلاجه في واحد القريعه داروها في الثلاجه وما قالوش لي انا راه واقع ليه دابا شنو قطع لي هذا قال لك غير نزيف فهمتي ملي جابوني هنا قال ما زعما ما عندهم شي ضمان يضمنوا لي الولد ديالي ولا زعما يخلصوا عليه ولا يدفعوا شي حاجه في شي ورقه على حساب الولد ديالي لا كون ما عنديش انا راميد كان الولد ديالي يكون ما نعرف هذه الحاله كيفاش غيكون عنده دابا كيفاش الاحساس ديالو غيكون دابا وكيفاش غيكون هذا الولد ما نعرف انا كون راني دفنته كون راني دابا كل مشى مع طريقه وهذا الشيء غيبقى يوقع لبزاف الناس ماشي غير الولد ديالي انا دابا حاليا كنهضر ماشي غنهضر غير على الولد ديالي انا ما بغيتش هذا الشيء يتكرر انا بزاف الناس هضروا معايا وقال لي راه وقع لولادنا وما هضرناش وهادي وانا الولاد ديالهم عندهم النقص وانا سمح لي واحد سميتو حيت هاد الولاد الصغار اللي هما كيتاذوا هما صغار شنو غيديروا في الكبر شنو غينفعوا اصلا اي باغي ينفعوا راسهم ما ينفعوا شي حاجه في المغرب وقع لي نزيف وعاود ثاني رديته وكنشكر الاطباء اللي دايرين اكثر من جهدهم على ولدي ومهلين فيه فهمتي مهتمين به دابا ومراعينه اكثر من سميتو الله ينصر سيدنا دابا الجمعه الجايه هي الثالثه دابا هادشي قبل رمضان دابا الجمعه الجايه هي الثالثه دابا كنطلب منهم التعويض ديال الولد ديالي ولا الحقوق ديال الولد ديالي والعلاج ديال الولد ديالي يكون على حسابهم هما ولا زعما شي حاجه اللي تكون ضمان لولدي انا يرتاح من جيته والله ينصر سيدنا.